في لي سيزون الاولين كنت مزوجه دونك ما كانش بامكاني نشارك زوج كان ضد ليدي دونك الحمد لله من تحت لي الفرصه ما ترددتش وشاركت الطريق ديالي ابري الفوز توصلت بواحد الميساج من عنده اللي بارك ليا فيه وجو لوي دي ميرسي بيان الفوز ديالي كان هديه مي بارون الخويا ما غران مير البناتي بيان سور صحابي صحاباتي كاملين اللي كيدعموني في الشده وفي الرخه كان هديه لكاع لي فان ديالي في المغرب وخارج المغرب لعائلتي كامله كنقول لهم ميرسي بوكو غراس ا فو الحمد لله وقفت على رجلي وغراس ا فو تقويت وما هزمتنيش الظروف وما ما هبطتش الحمد لله بالفضل ديالكم فضلت سيدي ربي لي زانكوراجمون ديالكم لامور ديالكم الطاقه الايجابيه اللي كتحيطوني بها خلاتني نشارك في اكبر برنامج كنت كنحلم انني نكون باغمي لي كانديدا وخلاتني ناخذ لو تروفي ديال ماستر شيف سيزون 5 ميرسي بوكو كيف ما لو تروفي خديتو راه سي بوغ فو توس غراس ا فو الحمد لله جو ريميرسي بوكو وان شاء الله تنتظروني في مشاريع مقبله ان شاء الله.